والسلام على النبي القائل: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أباه، ومن عصاني فقد أباه. إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتحدث اليوم بإذن الله بموضوع نحسبه والله أعلم موضوع مهم، لأنه يتعلق بحياتنا اليومية كأفراد أو كمجتمع. سنتحدث اليوم بإذن الله عن الاقتصاد الإسلامي. إن الاقتصاد الإسلامي هو مجموعة المبادئ التي جاءت بها الشريعة الغراء لكي تبين للناس كيفية التعامل مع بعضهم البعض. وتقوم عقيدة الاقتصاد الإسلامي على مبدأين وهما معروفان، لكن وجب التحدث عنهما. أما المبدأ الأول فهو أن المال مال الله ونحن مستخلفون فيه. وسنعلم كلنا أننا سنسأل يوم القيامة عن المال من أين جئنا به وأين صرفناه. فلا يجوز أن نكتسب المال من معصية ولا أن نصرفه في معصية. أما العقيدة الثانية فهي أن المال هو وسيلة وليس سلعة في حد ذاته، لذلك لا يجوز بيع المال. وهذا ما سنراه لاحقا إن شاء الله عندما نفصل هذا الموضوع ونتحدث عنه بباب بإذن الله. إن أهم خصائص الاقتصاد الإسلامي أنها تقوم على العقيدة الإسلامية. إن أهم خاصية من خصائص الاقتصاد الإسلامي أنها تقوم على العقيدة، حيث يوجد ارتباط وثيق بين الإيمان وبين الاقتصاد. ولنا في آيات الله خير دليل على ذلك، إذ يقول المولى سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. في هذه الآية الكريمة يبين الله تعالى أن الاقتصاد مربوط بالإيمان، فكلما زاد التوكل على الله وكلما كان إيماننا قويا وعندما نرتبطه بالعمل فإن الله يسهل لنا أسباب الرزق وأسباب ازدهار الاقتصاد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد القدر إلا الدعاء، وإن الرجل ليحكم الرزق بالذنب يصيبه. وفي هذا تأكيد على العلاقة الوثيقة بين الاقتصاد والإيمان. ومن الأمثلة أيضا أهمية الصدقة في ديننا الحنيف، إذ يقول صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا من عفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. وبما أننا نحن نفتح قوس معنا في هذه الأيام، أيام معنا في شهر رجب، وكما تعلمون هو من أشهر الحرم، وأن الأعمال الصالحة فيه تضاعف بإذن الله، فصدقوا من الأعمال الصالحة، فنوصيكم ونفسي بالصدقة إن شاء الله. أما أهمية الصدقة فتتجلى في أمرين اثنين. أما الأمر الأول فإن الله يطوع بها المصالح، أما الثانية فإن الله يجعل في المال كقليل بركة، ونحن نعلم أهمية البركة في المال. أما المحور الثاني في الاقتصاد الإسلامي فهو أنه اقتصاد يعتمد اعتمادا كليا على الوحي، أي أنه مرتبط بما جاء في القرآن وما جاء في السنة، فهو ليس بالوضع البشري. ولا نقول واحنا لا نتحدث هنا لا عن اشتراكية ولا عن رأسمالية ولا غير ذلك من النظم الاقتصادية، بل كل ما جاء به الاقتصاد الإسلامي وما يحاول الإنسان تطويره انطلاقا من كتاب الله ومن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وحتى عندما يقولون لنا أن واقعنا اليوم لا نستطيع تطبيق الاقتصاد الإسلامي فهذا خطأ كبير، فإذا كان هناك مشكلة فالمشكلة في المجتمع وليس المشكلة الاقتصاد بحد ذاته. أما الشيء الثالث فهو أن الاقتصاد الإسلامي يعتمد على القاعدة الفقهية التي تقول:
إن الأصل في المعاملات هو الإباحة، انطلاقا من القاعدة الشرعية التي تقول أن الشريعة مبنية على التيسير، فكل ما لم يرد نصا في تحريمه فهو حلال. يقول الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. أما آخر خاصية من خاصيات الاقتصاد الإسلامي فهو أنه لا يحرم ولا يبيح إلا درءا لمفسدة أو جلب مصلحة عامة أو خاصة. نتحدث الآن إن شاء الله عن أسباب التحريم. هناك أنواع من البيوعات قد حرمها الاقتصاد الإسلامي أو حرمها المولى وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم. أما السبب الأول فكون المعقود عليه، عندما نقول معقود عليه نقصد الحاجة مش البيوعات، أن تكون محرمة أو نجسة، ومن ذلك كل ما حرم الله كبيع الخنزير أو حرم بيع الخمر وما إلى ذلك. فعن جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: هو حرام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. أي أنه هذا يكون على ما حرمه الله، يأخذون شحوم الميت أو شحوم الخنزير ويعلمون أنها محرمة، يعيدون تصنيعها بطريقة أخرى ويستعملونها في منافع أخرى، وهذا من نهيهم عنه. وعن أبي جحيفة قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم ثمن الدمي وثمن الكلب وكسب البغي ولعن الواشم والمستوشم وأكل الربا وموكله ولعن المصورين، وهو حديث متفق عليه. أما من السبب الثاني لمنع بعض الأنواع من البيوع هو أن يكون العقد ذريعة للوقوع في الحرام، ونذكر هنا خاصة البيع عند صلاة الجمعة، فالآية في ذلك معروفة، إذ يقول المولى تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وعن التو هناك من يتحايل على هذا، على يخلي الحانوت هو إن شاء الله ربي يهديه ويجي يصلي، ويخلي الحانوت محلول يحط فيه خشبة يحط فيها بنية تصلي حتى ما يشوفوا مأمورة بصلاة الجمعة، لكن هو لا يدري أنه بهذا يشجع الآخرين الذين لا يزالوا ما يصليوش معاه يمشيوا للأماكن هذيا ويبتاعوا في وقت صلاة الجمعة. من هذا أيضا بيع السلاح وقت الفتنة، معناه هذا أيضا من المنهي عنه بما يحدث من خطر في المجتمع. أما السبب الثالث أن يكون العقد مشتملا على غرر مثل القمار والميسر، ومن ذلك أيضا ما نعيش اليوم خاصة في عقود التأمين، فعقود التأمين فيها غرر كبير للناس، إذ أنك تدعو النصيب المكتوب عليه ثم لا تستعمله ويأخذه شركة التأمين وأنت لم تستعمله كله، ففي هذا ضرر وفي هذا ضرر. هناك الآن ما يسمى بشركات التكافل التي معناها مبنية على الشريعة الإسلامية ويدعينا على الابتعاد عن هذا إن شاء الله. هناك أيضا بيع بنهي عنه وهو بيع الملامسة، وهذا نعيشه أيضا. تجي أنت بتشتري حاجة في سوق يقول لك من غير ما تحلها مسها وتشوفها من برا وأعطيني الفلوس ونمشي، هذا ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا بيع المحاضرة وهو بيع ويبيع الحب في سنبله وبيع حبل الحبلة، معناها تبدأ الناقة أو البقرة معناها حبلة يقول له بيعك كما في بطنها وهي لم تلد بعد، هذا منهي عنه لأننا ندري معناها هل ستحمل الحبل هل ستلد أجداد، هذا أيضا منهي عنه. ومن هذا أيضا بيع المخاضرة، والمخاضرة هو أن يبيع ثمارة وهي مخضرة أو خضراء لم يتبين صلاحها بعد، وهذا نراه كثيرا في مجتمعنا خاصة عند الفلاحة مع بها أمور التخدير. التخدير بحد ذاته ليس منهيا عنه، لكن يجب أن نتبين صلاح الثمار قبل بيعها. ومن ذلك أيضا بيع المعاونة، هو
هو أن تبيع الأشجار أعواما كثيرة. معناها جيت تقول له أن الأرض نتاعي كل عام تجيب 3 أو 4 طنان ما نعرفش أي نوع من الثمار. معناها كل عام تعاود تخلصني نفس الساعة. وأنت لا تدري معناها في السنة المقبلة سيكون هناك مطر أم لا، تكون هذه الأشجار مثمرة أم لا. هذا ما نمي عنه بما فيه من ضرر وما فيه من جهالة. ومن ذلك أيضا الاحتكار والغش وبيع المسلم على بيع أخيه والنجش. النجش هو الراوي كثير معنا. النجش عندما يدخل الناس في مزاد عددي كما قلنا احنا، وشي واحد يبدا يزيد على أخيه، يبدا متفاهم مع البايع، يزيد على أخيه باش يزيد في الثمن ويزيد في المربوع. وسيد لحم في بالوش وفي الآخر يطيح عليه السوم ويخسر هو، لأنه في ذلك تضليل ومعناها تغرير به لأنه لا يعلم سعر السوق. ومن ذلك أيضا بيع حاضر للمال، فقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم. بيع حاضر للمال هو يأتي إنسان من البادية ينزل إلى السوق في المدينة فيعترضه تجار المدينة في عمدة الحدود ويقولوا له هات ما عندك ونعطيك السوم الفلاني. وفي هذا ضرر للبائع من جهة لأنه لم يدرك السوق فلا يعرف هو أسعار السوق، وفيه أيضا ضرر على المشتري لأنه معناها اللي بيجي في الوسط التاجر في الوسط سيزيد السعر وسمعناها يضر المشتري. هذا أيضا مما نهي عنه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركوا الركبان. أما السبب الخامس فهو أن يشتمل العقد على ما يجب بثه. ما يجب مثله من مثال ذلك الماء. مانيش نحكي على الماء اللي معلق واحد كل هذاك ما تخلط فيه الصنعة يشوف البيع. لكن الماء واحد يلقى عين يسكرها ويحوزها يقول الماء هذا بتاعي ويبيعه للمسلمين. هذا أيضا منهي عنه. ومن ذلك أيضا بيع الكلاء والنار. النار ما عادش عنه نحكي لكم معناها في الأصل كانت يبيعون النار ويبيعوا الكلاء وغير ذلك. ومن ذلك أيضا هذا مما نراه في عصرنا الحالي بيع عصب البحر أو إهارة البحر. معناه يجي عنده نعرفش ثور باهي ولا حصان باهي يقول له معناه انتبهوا يتلقح به البقرة بمقابل، وهذا أيضا ما يجب بذله ولا يمكن أن يشترى. فما حاجة أخرى هذا هي بيع ما لا يملكه الإنسان، مثل بيع سلعة عند غيرك أو بيع سلعة لم يشتريها. معناه يقول لك أنا أرجو بيعك السيارة اللي تشتريها العام المقبل وهو لم يرها ولم يشتريها ولم يدفع حقها ولم يمتلكها، وقد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك. اما السبب السابع فهو الربا، وسنفصل هذا لاحقا ان شاء الله. وهناك ايضا بعض الربا، سنتحدث عن بعض الحيل على الربا التي طورها الانسان. كما زاد بعض العلماء ان يشتمل البيع على ما ينفع فيه، مثل بيع السنوب القط، واحنا نراه كثيرا من هذا التو، نبيعوا في القطاس ونبيعوا في الكلاب ونبيعوا ما غير ذلك، وهذا ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدخل في باب ما يجب بثه ولا يمكن بيعه. نمر الان الى شروط البيع في الاقتصاد الاسلامي، هناك شروط ثلاثة. الشروط في الشاري والمشتري او البائع والمشتري، اول هذه الشروط هي البلوغ. اذ لا يجوز لمن لم يبلغ او لم يحترم ان يبيع ويشتري. يمكن للصبي الذي لم يبلغ العلم بعد ان يشتري بعض الاشياء البسيطه، حلوى كراسه وما الى ذلك، لكن لا يجوز له ان يبيع حاجات كبيره. الشيء الثاني او الخصيه الثانيه هي العقل، اذ لا يجوز للمجنون وغير العاقل والسفيه ان يبيع او ان يشتري، ويجب على وليه منعه من ذلك ويجب التثبت من عقله. أما الشرط الثالث فهو أن يكون غير محظور عليه بسبب إفلاس أو سفه أو ما إلى ذلك. ما الصوت ضعيف شوية؟ سامحني؟ الصوت ضعيف شوية. أما الشرط الثاني فهو الطلاق. لا يتم البيع والشراء إلا به، لقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم.
وأن يكون المال متطوراً، متطوراً كما قلنا من قبل، أي أن لا يكون الشيء الذي نبيعه محرماً أو نجساً، كما يكون مملوكاً ومأذون له في البيع. حتى هنا نجد مثال أما بيع فضولي، بيع فضولي أو يجي واحد يسمع بشارة ويقول عنده سيارة أو منزل البيع، يمشي يشوف البيع وبحاله مغادر غادي، وبعد الناس بتقول له أعطيني باي وما كانش يبطل البيع، وهذا ما لا يجوز معناه، يجب أخذ الإثم من صاحب هذا المنزل، هذا المنزل أو صاحب السيارة، ثم بعد ذلك يبيعه إن شاء الله. وحاجة أخرى زادة ونراها كثيرا هو أن يكون العدد السعر معلوم منذ البداية. احنا تو نروح خاصة مع الصنايعية نجيب باش نصلح لك حاجة وأنت مع الحاجة نقول لك مثال شغل أنت في الأخر. فماش مكانة في الأخر لأنه نروح فيها مشاكل كثيرة في الأخر تقول لا وزدت عليا ولا يقول هو اللي يحلف كذا واحد يقول واحنا علاش من الأول أنت معصوم نقول له كذا هذا تعب هذا حق كذا أنا رضيت من الأول فبها ولا أنا مطلقة معناها فتشوف غيره معناها لا داعي لخدمة مشاكل نحن الذين نعاني. أما من هذا أيضا هو الخيار في البيع. الخيار في البيع معناه جعلت المتعاقدين الخيار، معناه يبدأ في المجلس يتفاهموا يقولوا بعتك الحاجة الفلانية، يقولوا قبلت منك الحاجة الفلانية، ما دام في المجلس معناه في نفس القاعدة أو في نفس الزمن المحدد عنده الحق، إذا كان افترق بعد ذلك فقد وقع العقد. معناه يبدأوا يتفاهموا لأنه زي ما قلت مش بيعك هذه السيارة هو يقولوا رفيق من عندك وتفارق بعد ذلك فقد وقع فيه ولا يمكن الرجوع فيه. وقد زاد بعض السادة الملكية قد يمكن تأخير هذه المدة إلى 3 أيام. معناها تجمع تفاهم المجلس لكن بعد الاقتراب بثلاثة أيام تجمع ترجع وتقول له يا أخي راني ما عادش نجم نشتري لسبب أو آخر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا او يخير احدهما الاخر فان كان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع وان تفرق بعد ان تبايع ولم يترك واحدا منهما البيع فقد وجب البيع. هذا اللي كنا نفسر فيه معناها اذا كانوا مع بعضهم موجودين وتفاهموا على انهم يشتروا او يبيعوا هذا الشيء فوجب اتمام السلطه والا معناها اذا كان في المجلس نفسه ولم يتفاهم هناك ايضا هي الشرط كذلك حدثنا عليه قلنا يشرط عليه كل مثال انهني اسبوعا او اسبوعين او 3 أشهر وما الى ذلك. اما معناه ان الحاجه المهمه انه يجب في وسط المجلس ان يتفاهموا على هذه المده المحدده. هناك ايضا خيار الغبن يجي واحد ما عندوش حاجه وهو ما عندوش فكره على السوق وسايب بحاله بثوم او بثمن اعلى من ثمن السوق ثم بعد ان خرج وجد ان هذا الثمن قد غدر فيه اي انه في السوق موجود باقل منه فيستطيع ان يرجع للبائع ويقول له لقد غبنتني في هذا ويستطيع فسخ هذا البيع. ومن ذلك ايضا التدليس. التدليس معناها الراو فما حاجات تسفيك معناها شبيه سياره تضغطها رجالها وكذا هذا فيها حتى نشر. اما اذا كان في هذه الراو خاصه بعد العيد العيد كبير جيل العلوش ناري مقبل اللي شرب الماء ونعطي الفول ويجيب الامور واحد يقول لي علوش تبارك الله بقى روح بين الدار نقول له شربت العلوش هذا ايضا من الغش وهو منع النبي صلى الله عليه وسلم اذ قال لا تصر الابل والغنم من ابتاع الهوى بخير النظيرين بعد ان يحلبها ان شاء امسك وان شاء ردها وصاع من الدهر لان وقت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتركون الإبل أو الناقة لا يحملون لمدة يومين أو 3 فيمتلكوا فرعها ولما يجي بيعها يبيعوا بأحسن أسواق ثم لما بعد أن يحب الولد الأولى يكتشف أنها معناها حال الولد. ومن ذلك أيضا خيار العين. خيار العين معناها أنك اكتشفت عين بعد أن اشتريت الشيء المقرر واكتشفت به عينا فلك أن ترجعه إلى من ابتعته وفي ذلك قاعدة سهلة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. شوف أنت روحك تشوف الحاجة اللي تحطش فيها شلون الحاجات تثبت فيهم وتشد بها أخوك المسلم قل له ربي كذا وكذا
فيها العين الفلاني وفيها العين الفلاني. هو اذا كان رضي بذلك يشفيها، وان لم يرضى بذلك فله ذلك. اما انك تغشه وتاخذ امواله بالباطل فهذا منهي عنه. هناك ايضا حاجات مهمه ياسر هي تصنيف لازم فما الشاهد عند الغير. لماذا؟ لانه لازم يكون الجزوز اتفقوا على بيع وشراء، لكن اختلفوا بعد الثمن. يقول له انا بعت ب 100 دينار، يقول له لا 90000 فرق. فيجب هناك يجب ان يكون هناك شاهد لكي يتم البيع، وان لم يكن شاهدا هناك شاهد واختلف بعد ذلك فلهم ان ينقضوا البيع. نمر الان الى باب هو من اهم ابواب الاقتصاد الاسلامي وهو باب الربا. قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك هم أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان بعسرة فناظرة إلى ميسرة، وإن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم تحاسب نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. معنى الآيات هذه أي إنسان مؤمن يزلزله فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إن كنا لا قبل لنا بحرب إنسان الإنسان فكيف لنا بحرب من الله ورسوله؟ اللهم أجرنا يا الله. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. معناها نحن لنا هناك بعض المفاهيم اللي طايرت. إدانة مش البنك ربوي ولا نحن قرض ربوي، معناها كل البنك هو الذي يتحمل الرزق كله، ولكن هذا غير صحيح بشهادة نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ كله